فن التصوير الفوتوغرافي واللي بيحملوا من رؤية فنية ونظرة إبداعية تذهب بالمصور إلى التقاط الفرص، لأنه كل مشهد جميل هو فرصة بحد ذاته، بتفتح طبعا شهية المصور للعمل عليها وتحديد عناصرها الجمالية. سعد سلوم المصور الفوتوغرافي الموهوب، وحتى صار فينا نعتبره من أصدقائنا، هو بضيافتنا. أهلا وسهلا فيك سعد. أهلا وسهلا فيك. يا هلا، وأكيد فرصة حتى نتعرف نحن عليك أكثر ونعرف المشاهدين على شغلك. سعد، شوي رح نردك للبدايات واختيارك لهالمهنة أو لهالشغف ولهالباشن، كيف وقع اختيارك عليه؟ بصراحة أنا خلقت ببيت بي رسام اسمه سعد سلوم، يعني تقريبا عنده كثير شغل هو بكذا دومين بالرسم، في أشياء مثلا لاندسكيب، أشياء نيوديتي، أشياء سيرياليزم، فتقريبا خلقت أنا ببيت يعني شفت بي عم يرسم كل الوقت. سو يعني بهذا الانفايرمنت تقريبا حبيت انا كل شيء موسيقى، وحبيت كل شيء يعني تقريبا فيجوالز. اوكي، سو فتت على الجامعه عملت كوميونيكيشن ارتس راديو تي في اند فيلم بالال اي يو، بعدين كفيت فيلم برودكشن بانجلند ماسترز، وتخصصت بكذا شغله كل شيء له علاقه بالفوتو اوديو فيديو اند 3D. اوكي، سو تقريبا هذا المجال كثير واسع، يعني في واحد يضل كل حياته قاعد عم بيشتغل بس موسيقى، في واحد ضله كل حياته عم يشتغل افلام، في واحد كل حياته يشتغل بس فوتوغرافي، في واحد كل حياته يشتغل بس 3D انيميشن. نعم. سو انا عم بحاول يعني تدمج. انا عم بحاول ادمج، عشان هن بصراحه كلهم لهم علاقه ببعض، يعني كلهم بيعتمدوا على الاضاءه، كلهم بيعتمدوا على جماليه معينه. سو كلهم عم بيكبروا مع بعض، هلا ما عم يعني مش انه بس بركز على شغلي بنسى الباقيين، عشان كلهم بحبهم. كلهم بتحبهم، بس أوكي. ما في افضليه لشيء اكثر، يعني لما بتكون عم تشتغلوا بتحس يمكن في تحدي اكبر بينك وبين ذاتك؟ هو هذا الاساس، يعني انا بالنسبه لي التحدي دائما بين الشخص وحاله، يعني هو المفروض يتحسن، يعني انا مثلا في اشياء ما كنت اعرفها، حطيت راسي فيها تعلمتها، هذا الشعور اللي واحد في شغله ما بيعرفها بيتعلمها، أوكي. ومع الوقت بصير يتقنها، هذا الشعور تقريبا يعني ما في مثله اي شعور ثاني، وتقريبا دائما حلو واحد ضله عنده اشياء عم بيوسع الهورايزن تبعوله ليتحسن بقصص. مزبوط، ويكون حتى سباق بالمجالات مثل ما هلا رح نحكي عن ال 3D. بنسمع عنها باكثر من مجال او بتقنيات مختلفه، ولكن بالصوره قليله بلبنان وما كثير عليها الاضاءه. شو المقصود فيها اكثر سعد؟ بصراحه ال 3D هي تقريبا انا بلشت عم بشتغل بشركه بيعملوا مثل دعايات لكتب وهيك قصص، فطلبوا مني اول شيء انه اعمل مثل كتاب عم يفتح. اوكي، سو من هذا المجال فتت بال 3D، بس انا ما كثير همي بال 3D كاركتكتشر او كتب او يعني انا اكثر ك يعني جاي من تقريبا مسرح وتمثيل ودراما وهيك قصص، بحب اتعامل مع الكاركتر، سو بشتغل اكثر ببروجرامات 3D لها علاقه بالكاركترز. سو بحب اشتغل على الكاركتر، على البوز، على اللايتنج، على الكاميرا، على يعني على الكومبوزيشن تبعت الصوره، كل هالقصص. شو المقصود بالكومبوزيشن او الكومبوزيشن؟ مثلا مرات واحد بشوف صوره حلوه بس ما بيعرف ليه حلوه، بس هاد ليه الصوره حلوه لها اشياء ساينتفك، انه مثلا تتبع لنقول رول اوف ثيردز، او لها يعني كومبوزيشن، مثلا صوره بالانس بطريقه لها مسج، الكولرز لهم علاقه مع بعض، اللايت والشادو لهم علاقه مع بعض. سو في كذا فاكتور بيزيدوا على جماليه الصوره. يعني هيدا بيرجع لشطاره المصور ولا كمان التقنيات اللي عم يستخدمها؟ لانه اوقات اذا ما عنده الماده بين ايديه بتحس بضل مقصر بمحلات، والموهبه كمان بتلعب دورها، وشطاره الشخص اللي عم بيصور. هو بصراحه كله بيكمل بعضه، يعني اول شيء اذا واحد بده يفكر بس انه التقنيات هي بتساعد كثير غلط، يعني في ناس عندهم كثير تقنيات عاليه وعندهم كاميرات تقريبا يعني احدث الكاميرات وكل هالقصص، بس الشيء دائما بيرجع على الاساس، الاساس هو الاضاءه، الاساس هو العين المصور قبل الكاميرا، يعني هلا اذا اعطيت انا كاميرتين لواحد ما بيعرف يصور، اوكي، الصور باثنين حيطلعوا مش منيح، اذا اعطيت كاميرتين لواحد بيعرف يصور باثنين حيطلعوا منيح، سو هي بترجع على الشخص مش على الكاميرا. هلا اكيد في اشياء اذا واحد بده يعمل سبيشال ايفكتس وبده يعمل اشياء، بما انه هلا بطلنا عم نصور كثير بطريقه تقليديه، يعني هلا مثلا واحد يمكن بيصور على كروم بيرجع بيركب باك جراوند بعدين او بيزيد ايفكتس بعدين او كل هالقصص، سو هو اكيد بده يكون عنده معرفه قبل ما يصور انه شو لوين بدها تروح الصوره، ليعرف يصور حسب كيف بده يشتغل عليها بعدين. هلا انا بالنسبه لي كمصور
انا ام ديجيتال ارتست، يعني ماني بعتمد على الكاميرات الانالوج اللي كان في ناس بعدهم مساكين فيها لهلا. انا ام ديجيتال فوتوغرافر وما عندي مشكله. يعني تفسر اكثر شو ديجيتال فوتوغرافر؟ اوكي، من زمان كانوا يشتروا افلام يحط الفيلم بقلب الكاميرا والفيلم يروح يحمدوه وكل هالقصص. هلا لا، بتصوري بتشوفي الصوره دغري قدامك وعندك اياها على السيم كارد. هاي الصوره بدل ما تحمديها باستوديو تحميد بالدارك روم اللي بتكون حمراء، الدارك روم هلا صار فوتوشوب. اوكي، او في كذا سوفت وير، بس ميجرلي فوتوشوب. فيك تحمدي صورتك بالفوتوشوب از ا ديجيتال بيكتشر. اوكي، سو انا بالنسبه لي التصوير هو 50% وتحميد الصوره بالدارك روم اللي هو فوتوشوب هو ال 50 ثاني بالمية. هل قد يعني بتعول عليه بنسبه 50%؟ 100%. يعني في اشياء ما بتزبط معي بلا فوتوشوب بلا غير سوفت ويرز. اوكي، طيب تنحكي عن الفوتوشوب كفوتوشوب، قديش انت معه سعد واستخدامه للاخر؟ لانه صار في مبالغه فيه، يعني في بعض الاشخاص بنشوف صورهم على الطريق او بنشوف صورهم بالحياه وبالمجلات ما بنصدق انه هن نفسهم اللي بنشوفهم على الطبيعه. حلو واحد يحلي، بس اوقات عم نروح لمحلات ما بيشبه حاله، ما بيشبه حاله. مظبوط. انا لقلك شغله عن طبيعه شغلي، انا عندي شوي مشكله اذا بدك مع الكوميرشال مين ستريم لابنيز ميك اب ولابنيز فوتوغرافي ولابنيز كوستيومز وكل هالقصص. يعني انا ما كثير فايت بهذا المجال وما كثير بحب فوت بهذا المجال، بيضلوا شغلي شوي اندر جراوند اكثر. هلا ماني كثير كمان يوروبيان فاشن، بس بحس عم بحاول انا من كل شيء مثلا بحبه باخذ شيء بعمل ادابتيشن عليه واي بيلد اب اون ات. هلا بالنسبه لما نشوف الصوره صارت كثير ما بتشبه الحقيقه، انا بصراحه ما عندي مشكله. ما عندك بروبلم؟ لا، انا عشان ام نوت ا رياليستيك فوتوغرافر، يعني انا اي تند تو بيكم ا كونسبتشوال سيرياليستيك فوتوغرافر. يعني بحب مثلا اصور حدا بباك جراوند حطه بباك جراوند ثاني، اذا جسمه بده تزبيط ظبط له جسمه، اذا وجهه فيه بده تزبيط ظبط له. اصلا مش بس انا بشتغل هيك، في كثير ناس بيشتغلوا مثلا الجسم، مثلا انسان في بيكون بروبورشنز لكل جسم. حتى بيقولوا لك مثلا بالماراثون بهالقصص اللي بيكون جسمه متناسق مع بعضه بيكون اسرع من غير شخص اللي بيكون جسمه كعيونه زاد حجم العيون زاد حجم الدينين. في عندك بروبورشن اسمها ذا ديفاين بروبورشن، تجي تقريبا 1 على 1.6، هذه بتعطي جماليه اكثر للانسان. ففي ناس حتى برا مثلا بيصوروا صوره بيشيلوا هاي العين بيقلبوها بحطوها هون اذا هيدي اكبر او اذا ديني اعلى او اذا تم الوى. ففي اشياء هيدا الشيء مش مطلوب اكثر بالامور الارتستيك؟ هلا انا في ناس بشتغل معهم، في ناس بشتغل معهم بيكون بدهم اشياء ما بتحمل هيك شغل. بس انا هيدا الباشن تبعولي، انا الباشن تبعولي اذا انا عم صور شيء لالي، يعني مش انه شيء كلاين طالب مني انه صور لي شيء بدي اياه مثل ما هو، انا بحب كفي فيه لهونيك. اوكي، بس اذا انه مطلوب مني شيء سمبل بقدم شيء سمبل اذا حسيت انه هذا المطلوب. بس قديش بتاخذ من الشخص اللي قدامك؟ يعني قد ايه بيكون بوزيتيف، قد ايش ممكن يكون نيجاتيف، ياثر عليك على صورتك على كبسه الزر عندك، قد ايش هذا الشيء بياثر؟ يعني هو انا بالنسبه لي الكاركتر كثير مهم اللي عم بيتصور، يعني اذا الكاركتر انسبايرنج اكيد بيطلع شغل احلى بكثير. وبس انه انا برايي كل انسان فيه شيء حلو، يعني اذا واحد بيكسر راسه وبيفتش وبيوحبش الا ما يطلع شيء. حتى انا مثلا شاغل مع ناس كثير صعب يطلعهم بطريقه انه حلوه، بس بصير عندي تشالنج كيف بدي اطلعهم بطريقه حلوه. يا اول بوينت انه بغير اللايتنج، ثاني بوينت بغير الانجل من وين عم صور، ثالث شيء هن بشوف شو البوزيشن اللي هن بيرتاحوا فيها لما يطلعوا كثير عم بيمثلوا او فيك او مبتذل او كل هالقصص. ورابع شيء عندي برجع للفوتوشوب. أوكي. يعني اذا حسيت في اشياء فيني ظبطها بلا ما احس حالي عم بغير كثير، يعني اي دونت هيزيتيت تو دو. نعم، نحن عندنا فيديو بيلخص اعمالك سعد، رح نشوفهم بالتفصيل. عندنا بورتريات، عندنا مناظر طبيعيه، وعندنا كمان ال 3 دي بورتري لحتى ناخذ يمكن فكره اكثر من خلال الصوره. بس تيصير جاهز، جاهز معنا؟ يلا. بدنا هلا منك تفسير على كل شيء عم نشوفه، شايفين شغلات اذا بنرجع شوي للصور الاولانيه كان شغلات كثير غريبه. هون بلشنا بورتريات. مزبوط. هن مودلز ولا هن شو بينطلبوا؟ مودلز. في مثلا مثل صوره لشركه اسمها ديفيشنز، هو هذا صاحب الشركه كان يعمل تياب لاكسل روز وجوني داب امريكا. اوكي، سو عنده مثل محل بجميزي، طلب مني انه صور له مشان فاشن. هلا هيدي مثلا تحت المي الصورة، حبيت صور تحت المي.
باكيد تقنيات كمان. اي مزبوط. هذه الصوره كان في مثل كومبيتيشن ني بورد بالATSL. هذه نيكول سابا بفيديو كليب كنت عم بشتغله مع يحيى سعادي الله يرحمه. اوكي. هيدي بكنيسه دير الاحمر او شيء هيك تقريبا صوب. هيدي كمان فوتو شوت. كمان لشيء موديلينج او شيء. اوكي. هون هيدي شوي ايموشنال يعني ايموتيف كايند اوف فوتو. يعني شايفين حتى كمان لعبه الضوء كيف شغاله فيها. هون عم تحكي اخذ نص. اي مزبوط. هلا اذا بتلاحظي في عندي اكثر شيء يعني صور بورتريات عاده بيكونوا اكثر للبنات. يعني انا بحب صور بنات اكثر ما بحب صور اولاد او صور عيال او صور اعراس. اصلا بحياتي ما بصور اعراس. اي اكيد بهيدا الفكر والراس اللي عندك. عشان بصراحه اذا واحد فات بقصه الاعراس بيلاقي حاله عم يطلع مصاري وبينتسع. أوكي. يعني مع الفتره ذوقه بصير يلاقي حاله بس عم بيشتغل اعراس عم توفي معه وخلص يعني بفوت فيها ومبطل يطلع. هيدي مبينة مثل الرسم. مزبوط. أنا بحب تقريبا يكون شغلي قريب على الرسم. يعني أنا بصراحة ماني رسام بس بالفوتوشوب في عندك تولز فيك تستعمليهم تو موديفاي ذا بيكتشرز. يعني مثل هيدي كثير مغير لها مثلا شكلها للبنت بس إنه باخذها أنا يعني تقريبا بحاول تو ريبريزنت الشخص اللي عم صوره بلس ذا مود اللي أنا عندي إياه بلس شو معقول الصورة تاخذني محل ثالث. يعني شفنا كثير لعبه الاسود والابيض باختياراتك. مزبوط. الشادو كثير والاضاءه هلا فهمت اكثر بس عم تحكي عن الاضاءه قديش موجوده بصورك. سعد هي الفوتوغرافي يعني دروينج ويذ لايت يعني رسم بالاضاءه. نعم. يعني اذا عندك اضاءه ما منيحه حيلا شخص حيطلع ما منيح. اذا عندك اضاءه كثير حلوه الافريج بيرسون بيطلع يعني ات هيز بيست باسبط طريقه فيك تطلعي. فاكيد الاضاءه اهم شيء. اهم شيء. بعدنا هون مكملين. هيدي الصوره لشو؟ مثلا هاي الصوره انا مصورها بمحل ثاني حطيتها بمحل هون. صور الطبيعه من ميلي والصبيه بميلي دمجتهم ونفس الشيء لهي 100%. خاصه انه نحن بلبنان في عندي مشكله انا حاب احكيها. أيه. انه كارتست فوتوغرافر ماني انا فوتو جورناليست. يعني مثلا بنزل على الشارع عم صور حرب وعم صور يعني. أوكي. انا شغلتي تقريبا ارت. اوكي. سو بالنسبه لألي في عندنا مشكله نحن بلبنان مثلا اذا واحد بباريس اذا واحد بسبين بيروح بيصور بالشارع بحس حاله كثير مرتاح. هون اذا واحد بينزل على الشارع يصور بحس حاله كانه عم بيسرق او كانه انه رايح يصور شيء بيت سياسي او بيت شيء ما بعرف شو. يعني دائما مطارد هون بالشارع اذا حامل الكاميرا ونازله تصوري كل عيون عليك انه شو عم تعملي. اكيد يعني بيعقدوا لك اياها في شيء من وراها. ايه يعني ما فيك انه تنزلي مثلا يكون معك حدا تصوري انت مرتاحه ومبسوطه بدك تاخذ. فبالنسبه ايه فبالنسبه لي انا شو عم بعمل كالترنتيف بصور حدا بمحل برجع بصور المحل الحلو برجع بدمجهم مع بعض. يعني هذا الايت سوليوشن لهلا. هلا عندي غير افكار لاشياء مثلا اشتغل اكثر انه بس احاول صور حدا واعمل باك جراوند 3D بس انه اتس ان ذا بروسيس. ايه على كل حال كثير طالعين طبيعيات. يعني ايه ما هو هذا تشالنج. هيدا التشالنج اللي اكثر شيء برزته من خلال صورك للاشخاص اللي بيقدروا يلمسوا هيدا الفرق اللي حكيت عنه. نحن بالوقت كمان اللي عنا اياه رح نستكمل بقيه الصور رح ننتقل لقسم اخر. أوكي. يلا رح نشوفه نحن وياك. أوكي. إذن هو المناظر الطبيعية بلشنا فيه من صخرة الروشة. هاي عين المريسي. عين المريسي. لكن الكالر شو حلو كمان الأورنج. هذا الكالر في عنده سبيشال تكنيك. هذه مارمتر. الكالرز هون بستعمل شيء اسمه HDR اللي هو هاي دايناميك رينج. هلا هاي شوي ستايل فان جوغ اذا بدك بينتينج بس انه انا قلت لك يعني ام فوتوغرافر بس ما عندي مشكله غير الصور ليصيروا لوكينج لايك بينتينج. حسيت في كثير دمج بين الرسم والصوره. مزبوط. يعني قادر تقدم الشغلتين الاثنين. مزبوط. هيدي حمامتين مره لقيتهم على البالكوني عندي سو هيك يعني شفتهم ولحقتهم بدي صورهم ولقطتهم. هيدي كتكستشر صار اكثر انه تكستشرز يعني مرات بصور اشياء جست فور تكستشرز. هيدي في مثل كلوب مره حطيت فاينلز على الارض وهيك صورتهم جست فور. انت تتسلى يعني حتى. هيدي مره كنت بانجلند عم باكل ساندويتش وهجم التتي. ايه فحبيت صورها هيك بهالمومنت. هيدي بعلبك والسما كيف طالعه من تحت. مزبوط.
نزلوا صورك بكتب مثلا دليل سياحي، نزلوا بماجازينز يعني في كذا ماجازينز اجانب هون، نزلوا في ويب سايتس كثير على مثلا سوشيال ميديا يعني بينزلوا لي صور لي خاصه 3D. اوكي هلا 3D على سيرة 3D عندنا مجموعه كمان رح نتعرف عليهم. اوكي هو لي مثلا انا بعمل كاركترز، يعني فيني اخذ صوره من شخص طبيعي اعمله هو كاركتر 3D بيتحرك بيمشي كل هالقصص. اوكي بتاخذوا بكذا شوت يعني؟ بياخذوا ميجرلي تو شوتس يعني فيس وبروفايل. اوكي وفينا اعمل كاركتر. هلا مبدئيا هون عامل حالي شوي بكم صوره، في غير قصص عامل غير ناس، بس انه بحب اترك تاتش انه المعمول تقريبا شوي اورينتال او انا او انه حدا من ماي سراوندينغز ليتميز عن غير قصص. فهي مدخل بناية مدخل بنايه، فحطيت مثل اثنين كاركترز طالعين من الحيط. هيدي بعتقد بتحكي عن حالها شوي الصوره. اوكي هلا في عندي شغله بالنسبه لل 3D. اول شيء واحد لما ببلش يشتغل بحب يطلع السكن تبع الشخص شوي رياليستيك، فبتلاحظي انه عندي بحاول ركز انه الجلد يكون مبين شوي رياليستيك، يعني مبين كانه في بورز كانه شخص طبيعي يعني عم نشوفه. هيدي الصوره اذا بدك اسمها لبنان توريزم فيرسز لبنان تيروريزم، يعني في عندنا هون مشكله بالانفصام اذا بدك بالمجتمع شوي بين بلد التناقضات. هيدول كمان دانسرز؟ لا هول كابلز كانوا شفناه هون. اوكي هيدي مثلا مثل صورتي على وجه جبل كمان 3D. هيدي كاركتر هيك عم تبكي خارج الجيمز كمان. ايه الفيديو جيمز 100%. حتى مرات بيحكوني انه اف ام انترستد دو كاركترز ما بتحب؟ بلا بحب بس مش قد ستيج، يعني انا بالنسبه لي اتس ا لونج بروسيس وفي عندي اشياء برايورتيز قبل ما افوت بهي الشغله. اوكي يعني سعد بتشتغل كثير على مزاجك على اللي شيء انت كثير بتحبه، مش اكثر ما بينطلب منك او بينفرض عليك، يعني انت اكثر اللي بتحس فيه بتشتغله 100%. بس مرات واحد تقريبا يعني بيكون سلكتيف بالاشياء، يعني مرات بيجيني شغل من الناس مرات باخده مرات ما باخده حسب قد ايه هن يعني بيامنوا فيي او ما بيامنوا فيي، او انه يعني في ناس مثلا كثير بنبسط لما اشتغل معهم، يعني بحس انه عن جد اتس فان لانه فهمانين فكرتك. في اشخاص ما بيفهموا الارت او الطرح اللي انت بتقدمه من خلال الصوره، يعني كيف بيجملوا واحد بيصور كل شيء وبيمشي الحال وقد ايه بتكلفنا، لان انت بتحب يقدروا فكرتك اكثر. مش بس هيك انا ام فلكسبل، يعني فيني مثلا حتى انا اتقبل فكرتهم، بس اتليست يعني في ناس مثلا سوري بس انه بيجوا بيشتغلوا معي بيكونوا هن ماني فنانين، فبيجوا بدهم يحاولوا يبرهنوا انه هن فنانين، انه اذا انتم فنانين روحوا اعملوا فنكم، ما تجوا انه تحاولوا تبرهنوا لي انه انتم فنانين، ما فرقانه معي، يعني انا بصراحه بشوف انا ماي فيجن بشتغل فيها وبتشتغل عليها. هلا بلشنا بالديجيتال ارت وورك. مبدئيا هيدي هي البورتفوليو اللي انا حبيت فرجيكم اياهم. اوكي هيدا لكن موجز او مختصر عن كل الاعمال اللي قدمتهم. نزلوا بمعارض، شاركت بمعارض؟ في اخر معرض عملته كان بمحل بالحمرة اسمه ذا براغ، هذا محل هو اول محل تقريبا فتح بالحمرة، يعني ون اوف ذا بايونير بليسز بالحمرة، اقدم واحد. عملت فيه معرض كان عباره عن 15 لوحه 3D بورتريت، وكان عنده جود امباكت، ويعني في جزء منيح مباع ومن الصور وكان عنده جود رياكشن. هلا ما عم بفكر حضر معرض جديد عشان عندي فكره ل يعني لشيء عم بشتغل عليها. هلا بالنسبه ل غير المعارض في اشياء ربحت فيهم اووردز مثلا بامريكا بويب سايتس كل هالقصص، يعني في كذا صوره مثلا اخذت ذا بيست بيكتشر اوف ذا مانث مثلا او ذا ايمج اوف ذا ويك او كل هالقصص. اها وهلا مقدم على شيء جديد كمان؟ هلا مقدم على شيء جديد؟ لا بصراحه هلا عم بعلم، عم بعطي ورك شوبس وبصراحه عم بياخذ تقريبا كثير من الوقت تبعولي، بلس عم بشتغل محل ثاني هو بلاي روم. هذا البلاي روم اتس ا فانيو ذا كوميدي شو كلوب ماريو باسيل. نعم ميجرلي عندنا تو نايتس كوميدي نايت، وكل جمعه بيكون عندنا ديفرنت اكتيفيتيز، يعني مرات كان عندنا سمر سلامي اوبرا سينجر، كان عندنا كوميديان بيجوا من سايبرس مثلا، كان عندنا يعني عندنا دائما اكتيفيتيز هابينينغ ان بلاي روم. سو بين البلاي روم وبين الورك شوبس اللي فترة ما كثير عم بلحق اعمل 3D عشان 3D بياخذ كثير وقت. أوكي. بس كفوتوشوتس عم بعمل فوتوشوتس. في حدا من الاسماء المعروفة عم تشتغل لهم هلا ولا؟ في بس في هلا بروجكت مع شخص عم بشتغل اعمل 3D كاركترز لسليبرتيز لبنانية. حلو. يعني ما حاب فوت اسماء بس انه في شغل هيك مثل كفر لماجازين سليبرتيز لبنانية، باخذ لهم صورتين وبعملهم كاركتر قاعدين ان سيرتن واي.
Very good. وسعد بدنا نقول لك انه انبسطنا كثير تعرفنا عليك وعلى شغلك. We are proud of you. مفتخرين بكل الشغل اللي عم بتقدمه وان شاء الله هيك بلقاءات جايه كمان بتحملنا صور وبروجكت ثانيين نحكي عنهم. Thanks. Thank you very much. انا بحب اتشكركم عن جد على هذا اللقاء وبتمنى لكم كل خير. Good luck. هلا ذكر بالويب سايت الخاص فيك للي بحب يتواصل معك. Okay. It's facebook.com skylinked SKY LINKD artwork ARTWORK. اوكي هيك كمان بيقدروا يفوتوا وياخذوا تفاصيل اكثر عن شغلك. ثانك يو كثير. ميرسي كثير لك سعد سلوم. ومشاهدينا بنستكمل حلقتنا. الممثله الاردنيه لبنى عوض رح بتكون بضيافتنا والحديث عن تجربتها الدراميه، فخليكم معنا.